المجموعات، وكل فريق يطمح لأن يواصل مشوار ويصل بعد ذلك إلى دور الستاعش. الأمر لن يكون سهلا على الإطلاق في هذه البطولة التي تجمع أفضل الفرق في القارة. 32 فريق يتنافسون فيما بينهم في مبارياته الأكثر متابعة. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. في كرة القدم لا مجال لاحتساب الكرات السانحة للتسجيل. فالفيردي لا يمكن أن يلام على ضياع هذه الكرة، سددها بشكل رائع، القائم وقف أمامه، سيء الحظ في هذه اللقطة. يلعبها في المساحة، يعرف أنه كان عليه بذل مجهود أكبر في التمرير البينية حتى لا يقطع الدفاع. الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. فينيسيوس جونيور يلعبها طولية، التسديد الآن، يستعيد الكرة بسرعة، ينجح في المرور، يرفع الكرة، يلعبها ببراعة.